لنعطر المكان ونمتع الآذان والأذهان بما يتلى على صدورنا من آيات القرآن، ونحن نشارك عائلات شبن العظام في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة حرم الوالد الكريم الحاج يونس شبل. نشارك الحاج أحمد شبل والحاج يحيى شبل والسيد المحاسب عمرو شبل عملاق الواجب بالجمهورية والأستاذ رأفت شبل والأستاذ كرم شبل والأستاذ عماد محمد شبل، ونشارك أيضا الوالد الكريم الحاج فوت جودة فتحي عفيفي. هيا بنا لنستمع لقارئنا وشيخنا صاحب الصوت الندي المنفوح والذي يتلو القرآن بكل وضوح وحظه من الأسماء ممدوح، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. داعين الله بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله عليك. الله ينور عليك يا عم الشيخ محمود.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاريخ
ما هذه التماثيل التي أنتم لها قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
يا إبراهيم
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أفلا تعقلون أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا حرقوا إن كنتم فاعلين. قلنا
فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. صدق الله العظيم. أحسنت يا عم الشيخ لما تيسر من آيات سورة الأنبياء، وكيف أن لكل نبي دعاء ورجاء، ولكن الإجابة دائما تكن من رب السماء. أمتعنا بتلاوتها قارئ من العظماء، تلا كما وصى سيد الأنبياء، جميل في الوقف وجميل في الابتداء، جميل في المخارج وجميل في الهجاء. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم كل آل شبل الأكرمين. باسمهم نشكر إلى كل من شرفنا ها هنا اليوم خصيصا لواجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الفندقية والإنارة الذهبية، حاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي الزقازيق شرقية. واجبات الضيافة الفندقية: المتر أحمد رفعت، والهندسة الإذاعية العالمية حاج محمد الخولي وأولاده العوزجاهه يا شرقية، ومصورنا الليلة ومخرجنا لنراها كل يوم وليلة، وعمدة مصوري الحفلات القرآنية مهندس ناصر صلاح. باسم الأسرة الكريمة تقدم بجزيل الشكر سيد المستشار عيد حسنين رئيس مجلس الدولة، استاذ سمير علي رئيس قطاع الشرقية، حاج عطية صلاح ابو قطب، سيد اللواء محمد بيك نجيب مساعد وزير الداخلية، استاذنا الاستاذ الدكتور سعيد عامر، حاج محمد ابو عوض، حاج علي البنهاوي، استاذ الدكتور خالد مصلحي، سيد المهندس يحيى عبد السلام، والسيد العمدة الحاج دسوقي سلامة، وكل من شرفونا من اهل الواجب من كل حدب وصوب. شكر الله سعيكم جميعا. ايها الاخوة الكرام،
مشاركة للأسرة الكريمة عائلات شبل،